مرحبا فيكم مشاهدينا في الحفل الختامي لدورة الألعاب الرياضية بنسختها الثالثة للتعليم العالي وبرعاية بنك وربا. يضم هذا الحفل العديد من الشخصيات البارزة والمهمة، إن شاء الله راح نلتقي فيهم بعد قليل بتغطيتنا لهذا الحفل. وأيضا من هذه الشخصيات أعضاء اللجان الإدارية والفنية للاتحاد، ويترأسهم السيد فيصل مقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي للتعليم العالي. إن شاء الله الحين نستعرض معكم بعض المشاهد واللقطات لهذا الحفل، ولنا عودة من جديد. النهاية هي ما في فايز الثاني كوسر الثاني. نعم 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 نعم. شوف الرياضة دائما تفصل من العزم. شلون يكون أحسن بالسنة القادمة؟ رتب على ثلاثة، رتب معاهم. وأبيهم بس باختصار يستانسون. النهوض بالشأن الرياضي على مستوى الدولة وشيء أساسي مع التعليم. هذه الأرضية اللي احنا بنيناها لأجل أبنائنا الطلبة ولأجل الكويت. أقام الاتحاد الرياضي المدرسي الكويتي والتعليم العالي حفل ختام دورة الألعاب الرياضية الثالثة، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات المهمة، وتم أخذ لقاءات مع العديد من أعضاء الاتحاد المدرسي من اللجان الإدارية والفنية، وإلقاء كلمات خاصة في ختام دورة الألعاب الرياضية من قبل رئيس الاتحاد السيد فيصل المقصيد، بالإضافة إلى وجود العديد من الشخصيات البارزة من ممثلي الجامعات الخاصة ورئيس اتحاد الرياضة للجميع. كان الحفل ممتلئا بالحضور الرياضي وأعضاء الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي. لله الحمد، هذه الاستراتيجية وضعت يعني منذ 4 سنوات، وإحنا رفعناها للإخوان في الهيئة العامة للرياضة، ولله الحمد يعني من أول لقاء اعتمدوا الاستراتيجية لإيمانهم الكامل بما كتب وذكر في هذا الشأن، لأن الاستراتيجية مدتها طويلة، مدتها 5 سنوات، إحنا الحين قضينا منها 3 سنوات، يعني حققنا جزء ما يقارب 60%. الآن هالاستراتيجية هذه اللي احنا سووها الاخوان في الاتحاد الرياضي المدرسي خذوها اخواننا في الخليج، وايضا على مستوى الوطن العربي خذوا الاتحاد العربي الرياضي المدرسي، اعتمد استراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي. هذه بالنسبة لنا احنا مفخرة، لأن أي عمل تبي تشتغلين فيه يجب أن يكون هناك فيه منهج. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ أنا والله عاجز عن الشكر لجميع الجهات اللي شاركت معنا، وأشكر العاملين في الاتحاد، وأشكر إخواننا في بنك وربا، وأشكر الإخوان في الهيئة العامة للرياضة، وزارة الإعلام أشكرهم، من وزيرهم لأصغر موظف في هذه الوزارة اللي كانت داعم أساسي ورئيسي معانا خلال الموسم الرياضي اللي طاف.
تم توقيع اتفاقية بأن احنا مجرد داعم اتحاد المدرسي يعني للتعليم العالي، يعني هو قايم كل الدور. هذه النسخة الثالثة، احنا بالنسبة لنا كبنك وربا هذه النسخة الأولى، وعندهم اوريدي يعني هم متعاونين او عندهم بطولات وقاعد يدعمون جامعات وثانويات وكليات عسكرية. احنا دورنا مجرد داعم لنقل هل الفعاليات الى فعاليات احترافية. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ والله أشكر، يعني أشكركم، أشكر تلفزيون الكويت من ما قصر معنا، أشكر معالي وزير الإعلام وكيل وزارة الإعلام، ما قصروا الصراحة في تسخير كل الجهود حتى برمضان لنقل الفعاليات، لنقل نهائي القدم ونقل نهائي كرة الصالات. وبالنهاية احنا اللي قاعد نقوم بدورنا مجرد أن شيء مؤمنين فيه، ولكن دون الإعلام، دون تسليط الضوء ما راح تكتمل ولا راح يوصل اللي قاعد نسويه والمبادرات اللي قاعد نسويها إلى المستوى اللي نبيه. فكل الشكر لكم ويعطيكم ألف عافية. مازلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في الحفل الختامي لدورة الألعاب الرياضية بنسختها الثالثة. إن شاء الله راح نروح هذا الفاصل وراجعين لكم. الرياضة والشباب، الرياضة والشباب، افتحوا للصحة باب، الرياضة والشباب، منه يتحدى ويغلب السؤال ذي جواب، الرياضة والشباب، انت لو تحب الرياضة يلا قوم، الرياضة لك مفيدة كل يوم، انت لو تحب الرياضة يلا قوم، الرياضة لك مفيدة كل يوم. احنا نظمنا 10 بطولات منها نسائية للبنين والبنات. لله الحمد احنا استطعنا ان نخلص البطولات، او بلشنا فيها من شهر 10 وانتهينا في شهر 5. بطولات تضمنت يعني متنوعة، كانت من بطولة الألعاب الجماعية والفردية، منها كانت كرة القدم، العشبي، الصالات، بني البنات، طائرة بني بنات، سلة بني بنات، كرة ثلاثية، بادل بني بنات، يعني الأمور. وهالسنة لله الحمد يعني كان مجموع الرياضيين المشاركين سواء بنين ولا بنات كانوا 850 طالب، وعدد المباريات اللي لعبناها في جميع البطولات أو في الدورة كانت 148 مباراة. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ أحب أشكركم أنت وأشكر جميع الجهات اللي ساهمت وساعدت على نجاح هذه الدورة، منها وزارة الصحة، منها الرعاية بشكل كدور أساسي، بنك وربا اللي ما قصروا ويانا، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، حضراتكم، وزارة الداخلية، يعني وايد قطاعات أنا أحب أشكرهم، ولولا هذا التعاون كان ما وصلنا إلى نجاح هذه البطولات. حتى الاتحادات كان في عندنا اتفاقيات مع الاتحادات وساعدونا بتوفير حكام، يعني أحب أشكر الأعضاء. وشكر خاص لكم كتلفزيون الكويت والقناة الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور عبد الكريم سلمان العريعر، عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا نائب رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي. اليوم متواجدين في ختام دوري وربة،
تطبيقي لله الحمد والمنه، حقق يعني كاس التفوق من بين يعني الفرق المشاركه، واحنا بدورنا في عماده شؤون الطلبه نحفز ابنائنا الطلبه للمشاركه في مثل هذه الفعاليات. تطبيقي يعني جهه اكاديميه زاخره بالطاقات الشبابيه، ولله الحمد والمنه اقدم الشكر ايضا للطاقم الفني والاداري اللي يعني باشروا الطلبه طوال الفتره هذه، وان شاء الله القادم افضل وتحقيق البطولات ان شاء الله قادم اكثر. كلمه اخيره حاب تقولها؟ والله نشجع ابنائنا الطلبه والطالبات خاصه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب للمشاركه في مثل هذه الفعاليات. في النهايه يعني هذه الفعاليات تساهم في صقل مهاراتهم وشغل اوقات فراغهم بالشيء المفيد. معكم محمد سنعوسي ممثل الجامعة الخاصة وكذلك عضو اللجنة الفنية ورئيس قسم في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. كلمنا عن سبب مشاركتك في هذا الحفل. طبعا مشاركة الجامعة حق الطلاب الاستفادة والتعارف الأكثر والروح الرياضية والمنافسات اللي موجودة في الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي. شملت هذه الرياضات أنواعها، تكلم عن أنواع الرياضات اللي شملت هذا الحفل. طبعا بدايتها كانت بطولة الطائرة، وكذلك استمرينا في 10 بطولات اللي هي القدم، الثيل والصالات والطائرة شباب وبنات، السلة شباب وبنات، وكذلك الثلاثية لعبة الثلاثية والبادل كذلك شباب وبنات. ما شاء الله العدد كان وفير من كل الجامعات المشاركة. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ مشكورين ويعطيكم العافية على الاستضافة الطيبة، وشاكر لكم لأنكم أنتم الروح اللي موجودة في هذا الحفل كله. ناصر بنيان عضو اتحاد الاتحاد المدرسي. تكلمنا عن الرياضات الشاملة في هذه الدورة. والله شوف في ألعاب جماعية وفردية، فكانت من ضمنها القدم، السلة، الطائرة، اليد، ألعاب قوة، والحلو أنها كانت تشمل العنصرين النسائي والرجالي. الرياضات هذه تتوقع بالدورات القادمة راح تكون متواجدة نفسها أو في إضافات أخرى؟ والله شوف الاستراتيجية أن كل سنة عن سنة تزيد الألعاب، يعني خلنا أقول لك على الاتحاد المدرسي بدينا أول شيء تقريبا في 3 ألعاب، بعدين صعدنا إلى 5 ألعاب، والآن واصلين إلى 8 ألعاب، فكل سنة عن سنة تزيد الألعاب. وأيضا إذا في حاجة أنك تغلل أو تشيل بعض الألعاب ما يمنع، لكن الاستراتيجية مدتها 5 سنوات، إحنا الآن خلصنا 3 سنوات وباقي 2 سنين إن شاء الله، والاستراتيجية كل مالها في زيادة ألعاب للعنصرين النسائي والرجالي. حاب تضيف كلمة أخيرة بالنهاية؟ والله الشكر لكل اللي داعمين الرياضة في الاتحاد المدرسي والجامعات، وحضوركم أيضا كوسائل إعلام أيضا هذا داعم قوي ولإبراز أصلا هذا النشاط. يعطيكم محمود أبو رئيس اتحاد الكويتي للرياضة الجميع، وطبعا نائب مدير عام للهيئة العامة للرياضة سابقا. تكلمنا في البداية عن سبب تواجدك في هذا الحفل. طبعا بلا شك ان احنا اليوم بدعوة كريمة من الاخ رئيس اتحاد الرياضي المدرسي الاخ محمد فيصل، لدعوتنا لختام نشاطه الرياضي لهذا الموسم، وكوننا اتحادين نوعيين نمثل شريحة وقطاع كبير بالمجتمع الكويتي. هناك تعاون بناء بيننا وبينهم بأن نوصل الرسالة اللي أنشئت الاتحادات هذه من أجلها، كونه هو الآن يعتني بالرياضة المدرسية وأبنائنا الطلبة وكل ما يعنيهم. هناك طبعا اتحاد آخر موازي له يعتني بالرياضة المجتمعية، الرياضة من أجل الصحة. فوجودنا اليوم هو مجرد أن نكون أحد الداعمين والمتواصلين من أجل توصيل هذه الرسالة إن شاء الله. نعم، كلمة أخيرة في شأن هذا التنظيم.
أول شيء كل الشكر لهم على هذه الدعوة الكريمة وكل التوفيق لهم، وإن شاء الله أن يكون هذا خلينا نقول التكريم يليق في نشاط موسم حافل من الحقيقة الأنشطة وتحقيق الأهداف المنشودة، وإن شاء الله تكون انطلاقة لمواسم قادمة ويكون مواسم أجمل إن شاء الله. الحمد لله اليوم في ختام منافسات دوري بنكوربا للتعليم العالي والمدارس، وهو من ضمن استراتيجية بنكوربا لدعم الشباب وتشجيع على الرياضة. المنافسات شهدت عديد من المباريات والعديد من اللعبات بعدد بطولات 14 بطولة، والحمد لله الختام كان كبير وفاق التوقعات، والمنافسات شهدت عدد كبير من المباريات، وإن شاء الله المنافسات القادمة في الأعوام القادمة إن شاء الله تشهد الكثير من المباريات، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. نعم، كلمة أخيرة حاب تقولها في هذا التنظيم من خلال هذا الحفل؟ الحمد لله في ختام دوري بنكوربا نحب نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة، وخص بالذكر جميع الجهات الحكومية والاتحاد الرياضي المدرسي والجامعات وجميع المدارس. كلمنا، كم خذ وقت تدريب قبل لا تشارك في هذه المسابقة؟ احنا تقريبا كل فرق التطبيقي يعني عدناهم وجهزناهم لمدة شهر، طبعا اول في البداية يكون في اختيار اللاعبين، بعدها يتم تصفيتهم وندش فيهم البطولة. كم خذ منكم وقت؟ خلال فترة شهر تقريبا، من شهر لشهرين. اي نعم. وشنو الترتيبات اللي جهزتوها قبل دخول هذه المسابقة؟ أكيد وايد ترتيبات، منها أن نحاول أن ما يكون في تعارض بين فترة التمارين أو فترة التدريبات مع محاضرات الطلبة أو امتحاناتهم أيا كان، نحاول نرتب وقت التمرين مع وقت محاضراتهم. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ أنا حاب أشكر بنكوربا والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي على رأسهم أبو محمد الأستاذ فيصل المقصيد على الحفل الجميل وعلى تنظيمهم، وأيضا بنكوربا على دعمهم ومساهمتهم ورعايتهم للشباب الرياضي، وما هي غريبة على لا على بنكوربا ولا على الاتحاد الرياضي، ونأمل إن شاء الله أنه راح يكون الدورة القادمة أفضل وأفضل. وبشذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام دورة الألعاب الرياضية بنسختها الثالثة للتعليم العالي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في تغطيتنا اليوم، نلتقي معكم في تغطيات رياضية أخرى بالأيام القادمة. مع السلامة.